الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. لقاؤنا دائما بيتجدد بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا. أكيد النهاردة حنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم جميع المشاهدين. قبل ما نبدأ في موضوعنا اليوم، خلونا أرحب بزميلي الصحفي محمد البسكاوي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ روزينا، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. مساء الخير. النهاردة حنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو تأثير السوشيال ميديا على تأثير التواصل الاجتماعي على المجتمع، وأيضا حنتكلم عن خيانة المجالس اللي هو حاصل اليومين دول. لما نقول خيانة المجالس يا جماعة، بنعني أنه مثلا أنا قاعدة مع حد وبحكي معاه في موضوع يخصني أنا، فما ينفعش الموضوع ده يطلع لحد تاني. بس للأسف ده اللي بيحصل اليومين دول. أنا أتكلم مع حد معين ويبدأ بعد كده يصورني ويبعت الحاجة دي على تواصل، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحات معينة، فده يعتبر من أو يعتبر خيانة المجالس. ده اللي حنعرفه من حلقتنا اليوم النهاردة بإذن الله. ايه رايك في الموضوع يا محمد؟ والله بدايه لو نتكلم في موضوع خيانه المجالس، فهو موضوع يعني تفشى بصوره كبيره جدا في المجتمع في الوقت الحالي، في الفتره الاخيره. في الفتره الاخيره يعني عدم المصداقيه والامانه والصدق، الحاجات دي بقت ممنوعه بين الناس، حتى احيانا من اقرب الناس ليك. اكيد الحاجه دي بتحصل. اكيد طبعا، ومع انتشار وسائل التواصل اكثر، يعني خصوصا الموبايل مثلا، ممكن على التطبيقات بتاعه الموبايل، منها مثلا تسجيل المكالمات ولا رسائل الواتس. أيوة. فتلاقي طبعا ممكن في يعني في اي وقت بتلاقي الخيانة المجالس يعني بتحصل. ممكن انا اكون قاعد زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، ممكن حضرتك تكون انا موجود دلوقتي بتكلم معاكي عادي، وموضوع ما فيش غير انا وانت اللي موجودين. أيوة. دلوقتي. أيوة. فده طبعا بعد ثانية نلاقي الموضوع في دولة تانية، منتشر منتشر بطريقة فظيعة. بالتأكيد. واللي سهل الموضوع ده أكتر برضو السوشيال ميديا. يعني خليكي مثلا، ممكن أنا أكون بكلم حضرتك على الواتس، قلت لي حاجة خاصة لي أنا. أيوة. يعني ممنوع الملأ يعرفها، أي حد تاني يعرفها. أعمل سكرين شوت وأبعته لحد تاني. ممكن يعمل سكرين شوت تبعته لحد تاني، ينزله على صفحته على الفيس مثلا. أيوة. على الفيسبوك، ينزله على الانستجرام. حد يكون عنده مشكلة مع حد معين، مشكلة شخصية، حاول يفضحه بقى فين؟ في التواصل. تمام. دي بتثير الفتن. أيوة. في حد ذاتها ممكن حد يكون مثلا عايز يوقع بشخص معين، فبيجي يتكلم معاه بصورة طبيعية جدا، ممكن على زي ما حضرتك ذكرنا في الموبايل، أو بيتكلم معاه على شات مثلا في الماسنجر، في أي الواتساب، أي نوع من أنواع التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا عموما يعني. أيوة. فتلاقيها انتشرت جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ده برضو وهو بيصف الهرج والمرج في آخر الزمان. أيوة. أيوة. حين قال: لا يأمن الجليس جليسه. بالتأكيد. فده احنا يعني احنا صراحة مش عايز اقول ان احنا اصبحنا في هذا الزمان زمان الهرج. هو احنا كمان برضو هنقول اكيد مش كل الناس اللي هي بتبقى نيتها مش صافية او سالمة تجاهنا، وبرضو مش كل الناس بتبقى وحشة. في ناس صراحة كويسة جدا ولسه الدنيا بخير، وفي ناس كويسة. أكيد طبعا. بس كان لابد ان نطرق ونسلط الضوء على الحديث ده، يعني بوجه اخص. ايوه، عشان الناس كتير بتواجه صراحه مشاكل. يعني احيانا برضو تاثير السوشيال ميديا برضو زي ما حضرتك عارف برضو على الاطفال تبقى مشكله طبعا. كبيره. أكيد. جدا. فالواحد مش عارف يتكلم مع ابنه كلمتين ورا بعض، فهو بيبقى مشغول بالتليفون في ايده او مشغول في مواقع تانية. أكيد غير كده انه انا شايفه برضو الموضوع شويه صعب بالنسبه للاطفال، عشان مواقع التواصل الاجتماعي ده كبير جدا. تمام. فصعب جدا انه طفل صغير عمره 8 سنين يبقى حامل تليفون او موبايل. فاللي عرفك انه مش هيلاقي منشور مش في عمره، او هيلاقي حاجه مش تاثر عليه نفسيا، او حاجات صحيح. كتيره. فيا ريت المجتمع تحارب الحته دي. هو فعلا تطور وتكنولوجيا بس في سن معين. وحاليا يا فندم هو الموضوع سلاح ذو حدين، موضوع السوشيال ميديا على وجه العموم. يعني إذا كنا نتكلم عن موضوع السوشيال ميديا دلوقتي، فبنلاقي إن هو ليه أضرار كتيرة جدا، وفي نفس الوقت ليه فوائد طبعا. أيوة. من ضمن الفوائد بتاعته، يعني شفنا في الفترة الأخيرة دي مثلا حملات ناجحة كتير جدا، مثلا زي خليها تصدي. أيوة.
كان ضد السيارات، ضد غلاء الاسعار، ضد جشع التجار. بالتأكيد. ده في حد ذاته عمل حمله خلانا نشوف بعينينا جشع التجار، وان هم يعني بيأفوروا في سعر العربيات مثلا. بالتأكيد. بس تواصل وسائل التواصل ساعدت على هنا بقى حاجه ايجابيه حضرتك. أيوة. لما وأكيد الحمله دي اثرت ايجابيات وسلبيات، بس طبعا احنا بنتكلم النهارده عن السلبيات عشان هي حاجات بتضر. معلش استاذ محمد، معانا اتصال. الو الو، مرحبا استاذ عمرو. استاذ عمرو البحراني، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، اهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. معانا الزميل محمد البسكاوي، اتفضل حضرتك لو اي سؤال توجهه. احنا النهارده موضوع الحلقه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتاثيره على المجتمع، وايضا بنتكلم عن خيانه المجالس اللي انتشرت الايام دي. اتفضل لو في اي سؤال. حضرتك احنا هنا في الصعيد السوشيال ميديا مسبب لنا مشاكل كتير. يا هلا وسهلا باهل الصعيد كلهم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. يعني اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا استاذ محمد، احنا هنا في الصعيد السوشيال ميديا بقت يعني بتسبب انتشار كبير في الاشاعات، في الكذب. تمام. ممكن لو حصلت مشكله بتنتقل بسرعه رهيبه. تمام، هو ده من السلبيات اللي احنا بنتكلم عنها يا استاذنا الفاضل. فيعني ده صوره من ضمن صور السلبيات بتاعت السوشيال ميديا. تمام تمام يا فندم، عند حضرتك استفسار تاني؟ بس حضرتك احنا بنتمنى يكون في حجب على الحاجات دي باذن الله، يكون في سيطره. والله احنا بنتمنى ان يكون في رقابه يعني تكون على مواقع السوشيال ميديا، ولكن دي حاجه صعبه جدا طبعا يا استاذ، ان انت تعمل يعني سيطرة أو تحجيم للسوشيال ميديا عموما، لأنها بقت موجودة في كل مكان وفي كل بيت وفي كل يعني أقل حاجة دلوقتي. زي ما كانت لسه بتذكر الأستاذة روزينة، بتلاقي طفل عنده 8 سنين بتلاقيه ماسك الموبايل، وتلاقي عنده أكونتات على جميع مواقع السوشيال ميديا. أيوة، إحنا بنشكر أستاذ محمد، أستاذ عمرو البحراوي على المكالمة. شكرا أستاذ عمرو. حضرتك تابعنا على التلفزيون، نواصل في الموضوع أستاذ محمد والسوشيال ميديا وما أدراك مع السوشيال ميديا وتأثيره على المجتمع. وبرضه يعني من الظاهرات دي مثلا حد بيتكلم معاك تليفون عادي. تمام. فواحد من الاثنين، يا فاتح السبيكر وبيسمع الناس اللي جنبه، يا يعمل تسجيل صوته وبعد كده يبعت الحاجه دي، فدي تعتبر برضو خيانه. طبعا يعني دي خيانه كبيره جدا، وده نقل للنميمه اصلا، يعني زي كاني خدت منك الكلام ورحت نقلته، ولكن هنا اصلا انا اصبحت المصيبه اكبر، ان انا بوثق كلامي، الا بدل ما انا اجي انقل لك الكلام انا بسمعك بودني. أيوة. فمجرد ما انت بتسمعي دلوقتي اتاكدت خلاص، وده بيسبب وقيعه ما بين ناس كتير طبعا. ايوه، ممكن انا مثلا مش حابه حد يسمع الكلام ده، او انا بتكلم حتى احيانا بحسن نيه وبصفاء نيه، بتتكلمي بحسن نيه وصفاء نيه عادي، بتلاقي الموضوع انتشر فجاه، ممكن يعني أنا أكون بحل مشكلة مع حضرتك مثلا. وللأسف برضو يا محمد، المشكلة أنه يا ريت مثلا نقول ناس صغيرة في السن، بتلاقي ناس كبيرة وليها مكانة في المجتمع بيبقى عنده مشكلة مع زميله في الشغل أو مكان معين، فينزل له بوستر على صفحته يعمل له فضيحة أو مشاكل. فدي حاجة صراحة مش عايزة أقول مخجلة أو مفضيحة، فيا رب الناس تتخلى عن المواضيع دي. وكل ما احنا صفينا النية اكيد مفيش حاجة هتلاقينا يعني. اكيد طبعا، ولكن حضرتك يا استاذ روزينة في حاجة مهمة جدا، يعني موضوع الخيانة ولا خيانة المجالس ده ما بيقتصرش على سن معين، هو يعني بيكون الشخص نفسه. طبعا. يعني يقول لك ايه، الانسان اذا شاب على شيء شاب عليه. تمام. اذا كان يعني اذا كان الطبع ده في دمه، ولا هو عنده الطبع ده، فاكيد هيفضل معاه لغايه ما يتوفى. في ناس الا من رحم ربي. في ناس زي ما حضرتك قلت انه بيقوموا بالطبايع دي من هم صغيرون، يعني فبيبقوا اتعودوا على الحاجه دي. أكيد اصلا اكيد يوم ونتمنى يعني من الله انهم هم كلهم، يعني اي حد بيعمل الحركات دي ولا بيعمل الحاجات دي ربنا يهديه، يعني من عاش على شيء مات عليه يا جماعه. والله اكيد طبعا حرام، يعني المفروض أكيد يكون في امانه، في مصداقيه، المفروض ان احنا بنربي النشء الجديد، الاجيال اللي طالعه ناثر في الجيل الجديد بتاثير. ما ينفع
ينفعش. أيوة. يعني احنا دلوقتي مفترض نستخدم السوشيال ميديا نستخدمه وسيله لتوطيد العلاقات ما بين الشعوب وما بين الافراد، نستخدمه كوسيله تعليم وتثقف، مش نستخدمه لتدمير حياه اشخاص معينين. نبص يعني للايجابيات، يعني الحاجات الايجابيه نبص لها، نبص على ان هو بيسهل عمليه التواصل ما بين الاهل والاقارب والاصدقاء والمعارف، بيخلينا نتواصل مع ناس كتير في دول تانية وممكن تكون احنا ما نعرفهمش اصلا. بس تانية. برضو يعني في حاجه برضو في الحته دي انا حابه اقولها برضو، انه اتفضل. احنا برضو بنواجه مشاكل اللي هو احيانا احنا بنعمل اديت لناس ما نعرفهاش، احنا مش مجبورين نعمل كده. انا ما اعرفش حد في الفيسبوك اعمل له اديت لي، او انا مش مجبور اعمل تاكيد طلب لحد انا ما اعرفهوش. احنا كده مش عارفه، بس من وجهه نظري انا بشوف انه احنا كده بنساعد فعلا. في كميات كبيره من شبكات اجراميه صراحه جدا بتحصل على السوشيال ميديا. تمام. كل المواقع طبعا مش موقع واحد، فيجي حد مثلا ياخد صوره شخص مشهور او له تاثير في المجتمع، ياخد صورته على صفحته بحيث انه هو الشخص ده حتى. تمام. بيحتال اسمه، انتحال الشخصيه. أيوة. والاسم وكل حاجه والصفه. بالتاكيد يجي حد ياخد صوره داعيه اسلاميه او حد له علاقه بالدين بحيث انه هو الشخص. انا بعتبر انه ده احتيال شخصيه. الحاجه الثانيه، الناس اللي بتعمل اديت، الناس اللي بتستقبل طلبات صداقه من غير ما يعرفوا دول مين، بيساعدوا على شبكات اجراميه كبيره جدا حاصله انهم ينفذوا الاجندات بتاعتهم. فيا ريت، انا مش عارفه يعني، انا عن نفسي ما احبش اعمل كده صراحه. اعرفك اكيد هدخلك عندي، ما اعرفكش لا مش هينفع، عشان في شبكات معينه زي الفيسبوك، الماسنجر، الواتس، دول اكيد للاقارب والاهالي والاصحاب يعني. وبالاخص يعني الحاجات اللي هي الشات، الماسنجر، الواتس. أيوة. الكلام ده بتكون المفروض انها هي للتواصل مع الناس اللي انا اعرفهم، ولو في حد انا ما كنتش اعرفه قبل كده وتعرفت عليه عن طريق السوشيال ميديا عموما، المفروض ان انا بكون بعمل له متابعه، بكون هو في جروب على صفحه معينه، انا بكون بتابع الاخبار بتاعته وشخصيته، اتاكد من ان دي شخصيته الحقيقيه باي صوره كانت، سواء ان انا مثلا هو حاطط صوره على البروفايل بتاعه. أيوة. لازم اعرفه هو فعلا الشخص ده ولا لا، هل هو صراحة الشخص ده او لا. يعني حاجات صراحه مثبته حتى حصلت مع ناس كتيره جدا، بيجي حد يحتال شخصيه حد وبعد كده يكون وراه مشاكل كتيره. اكيد. فمثلا ست تحتال صوره رجل، ممكن للوقيعه، فدي مشاكل بين الناس فعلا. ماشي استاذ محمد، معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم، أهلا وسهلا. أم عبد تفضلي. لو سمحت أنا كنت أتابع عشان أشجع محمد البتكاوي. أهلا وسهلا. إنسان محترم جدا جدا. الله يخليك يا فندم، شكرا لك. ومحبوبة بين كل الناس. الله يكرمك يا فندم. شكرا لك يا فندم، ربنا يخليك. أي سؤال يا أم محمد؟ ليك أي سؤال يا أم عبد؟ على اللي استضفتوا محمد عندكم، وربنا يوفقه يا رب، لانه انسان محبوب جدا 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 جدا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. محترمه والله. شكرا لك يا فندم. عندك اي استفسار ام عبده ولا اي سؤال؟ شكرا يا ام عبده. شكرا لاتصالك ام عبده. نرجع نواصل. اتفضل يا استاذ زين. زي ما قلنا انه احنا يا ريت ما نعملش كده، عشان ما نساعد الشبكات الاجراميه على تنفيذ الاجندات اللي هي الاجندات الاجراميه. أيوة. وان كان الاجنده بتاعته هو بينفذها عليك انت باستقبالك لطلب صداقه لشخص انت ما تعرفوش، ده ممكن يكون بوابه ليه انت بتفتحها له علشان هو يحتال عليك، ينصب عليك، يكون سبب في الوقيعه ما بينك وبين شخص تاني. أيوة. ده المفروض ان الواحد قبل ما يعمل حركة حاجة زي دي مثلا، ان هو بيستقبل اي اد او اي اضافة في اي برنامج او اي وسيلة من وسائل التواصل، المفروض ان هو يكون متأكد يا جماعة من ان هو الشخص ده اللي بيكلمه هو دي شخصيته الحقيقية، مش بينتحل شخصية تانية، علشان هو لو بينتحل شخصية تانية فاكيد هو كده مقدم بداية سوء النية. أيوة. ان هو دخل عليه. أيوة. يعني هو دخل عليه دلوقتي ان هو يتعرف ولا الكلام ده، او يكون في تواصل ما بيننا، مقدمه سوء النيه في الاول ان هو منتحل شخصيه حد تاني. ايوه. مش هو الشخص المقصود، مش هو نفسه. ممكن يكون راجل عامل. أيوة. اكونت باسم ست، ممكن ست تكون عامل اكونت باسم راجل. اللي هو بيعملوا. أيوة. ايه وقيعه، معظمها بتكون وقيعه ما بين الناس. فيا ريت يا جماعه كلنا ناخد بالنا من النقطه دي، ويا ريت بالاخص عشان لاحظنا في الفتره الاخيره دي ان معظم الناس اللي بتستخدم من ضمن يعني تقريبا حوالي 50 مليون واكثر
بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص الفيسبوك تقريبا من ضمن ال 50 مليون دول، يعني اكتر من نص او نص الشعب المصري تقريبا. أيوة. بيستخدم انا بتكلم عن مصر حاليا. أيوة. نص الشعب تقريبا، ومنهم 77% من 50 مليون بيستخدموا الفيسبوك. فيا ريت يا جماعه اي حد عنده طفل او شاب او بنت، يعني يا ريت يكون في مراقبه يعني. او في ملاحظه، مش مراقبه يعني، ملاحظه متابعه، يعني انه خلينا اصدقاء. يعني المفروض الام خليكي صديقه لبنتك، قريبه من قريبه منها. أيوة. الاب او اخ كبير يخليه قريب من اخوه. انا ممكن اجيب لابني تليفون عشان اتابعه، اكيد يعني اتابعه مكالمات عاديه، انت فين يا ابني، انت رحت فين، انت جيت، بس عشان افتح. بس ما بنحسبش السلبيات بتاعتها يا استاذه. أيوة. زينه، بتاكيد ما بنحسبش السلبيات بتاعتها في بعض الاوقات بتكون اخطر، يعني اكتر بكتير من الايجابيات. يعني خليكي زي ما انتشرت في فتره لعبه الحوت الازرق اللي تسببت. أيوة. اللي تسببت في انتحار كثير من الاطفال، وكلهم. أيوة. كانوا في السن اللي هو المفروض دلوقتي من 19 سنه 17 سنه. برضو كانت عامله تاثير كبير على الاطفال، برضو كانت عامله تاثير كبير. أيوة. جدا على الاطفال، يعني تقريبا في سن المراهقه مثلا من سن 15 لغايه مثلا 20 ولا 22 ولا 23. فالوقت ده والسن ده بالتحديد يا جماعه عاوز توجيه، عاوز ملاحظه. ايوه، هو الالعاب دي دايما بتحس الاطفال على العنف والحاجات اللي هي العنف والكراهيه. أيوة. زي العنف زي الفن الهابط ما بيوصل رساله، او هنقول ان هو المفروض ما تسماش رساله، لكن هو بيشوش. أيوة. بيشوش. أيوة. على اسلوب المجتمع، بيشوش. بتأكيد. على ثقافه المجتمع، على اخلاقه، الاخلاقيات اللي هي مش كويسه اللي بدات تنتشر في الاونه الاخيره دي، حتى في الاغاني اللي هي بتاعت المهرجانات احيانا. بيبص في اغاني، في اغاني هابطه جدا، ملهاش لازمه. يعني دلوقتي انا الاغاني بعدين صوتها عالي جدا، اخد انا سماعه على اذني، ممكن تاثر على الدماغ، ممكن تعمل مشاكل كتيره جدا. طبعا ده كله يحتسب برضه. صحيح. أيوة. وموضوع الاغاني ده والمهرجانات بالاخص، في منها الكويس وفي منها الوحش، مش عايزين نقول ان كلها وحش. سيبك من الخبط والرزع والدب، ده كله شيء وارد انه، لكن ايه هو لو اغنيه اسمها ده الاغاني نوع من انواع الطرب. أيوة. حاجه بتطرب النفس، يعني بتهدي النفس، بيسال الروح. حتى الواحد يتعلم المفروض منها يعني كلمتين. زمان يعني كانت ام كلثوم بتغني قصائد كامله. أيوة. قصيده. أيوة. بتغنيها. بتاكيد. دلوقتي. أيوة. بنلاقي الاغاني بتاعت المهرجانات ممكن نلاقي فيها الفاظ مش كويسه، وكل تليفونات بتاعت الاطفال اليومين دول بتلاقيها مهرجانات. أيوة. بتلاقي فيها مهرجانات زائد عن كله. ايوه، ما عندهمش ثقافه الاغاني القديمه اللي هو ام كلثوم. لا لا لا، ما فيش الكلام ده. ده بتلاقي دلوقتي كله مهرجانات خبط، ما فيش غير التخبيط السمع. أيوة. اللي بنسمعه. وده واللي ساعد على ده اكتر برضو يا جماعه، ده نوع من انواع السوشيال ميديا او اللي هو اليوتيوب. يعني بتلاقي التواصل اكيد برضو. أيوة. نوع من انواع التواصل. بتلاقي. أيوة. معظم الناس دلوقتي بتدخل على اليوتيوب، اي الاغاني اللي احنا بنتكلم عنها دي السبب الرئيسي في انتشارها اليوتيوب. بالتاكيد. ايوه، يعني هنا ما فيش اي ملاحظه. انا دلوقتي التليفون معايا، بطلع الموبايل، بفتح الموقع بتاع مثلا يوتيوب. أيوة. ولا الكلام. أيوة. ده. أيوة. ما فيش رقابه على. أيوة. ما فيش رقابه عندي، فببدا افتح اجيب اللي انا عايزه. بالتاكيد. هنا بقى لو ما فيش رقابه، المفروض ان يكون في رقابه، يعني ملاحظه، على الاقل ملاحظه. يعني مين اللي يعمل مراقبه؟ بس الوالدين. ايوه، ما انا في البيت مثلا الوالدين يعملوا، الاخ الكبير الاخت الكبيره تعمل مراقبه. على الاصغر، عشان هم فعلا بيكونوا محتاجين متابعه، واحنا لو ما عملناش توجيه للطفل اكيد مش هيعرف اصلا يعني، فهو طبعا اكيد محتاج توجيه من الحد الاكبر مننا. وزي ما قلنا يا جماعه، يا ريت الناس تاخد بالها. وبرضه في ناس بيجيلنا عن طريق تعاطف، تجيلك واحده ما تعرفهاش، انا متجوزه من حد قريب منك، المشاكل دي كلها بتحصل. فاحنا يعني برضه احنا في حاجه للتعاطف مع بعضينا، مش نتعاطف مع حد ما نعرفهوش. اكيد. بحس انه يعني انا مش بقول انه نلاقي اي حد ونسيبه، لا طبعا، في ناس صراحه بتحتاج انك تتعاطف معاها. اكيد. حاجات حالات واقعيه بشوفها. أيوة. في بتكون الواقع محتاجه فعلا، بس في ناس لا، هم فعلا بيحتالوا.
وده اللي خلى ناس كتير جدا يعني احيانا في ناس كتير بتلاقي حد في الشارع يكون محتاج لمساعده، انا هكون خايفه مش هساعده، اساعدك ازاي؟ ما يمكن انت تكون من الشبكه الاجراميه، ممكن انت تكون محتاج، يمكن حاجات كتيره جدا بتخلي الناس في الزمن ده سبحان الله مش عارفه، الناس نيتها اتغيرت جدا وما فيش امان يعني. فيا ريت الناس تخلي بالها عن نفسها. احنا خصصنا صراحه الحلقه دي النهارده عشان نتكلم عن المواضيع الحساسه دي اللي بتحصل مشاكل كتيره جدا. حد يلاقيك في الشارع يقول لك انا كنت ماشي وبعد كده جول اتنين قالوا عايزين مساعده او بيسالوا من حته معينه رايحين عليه، بعد كده حصل انهم تابعين لشبكه معينه من الاجرام. فالناس برضو ايه تخلي بالها يعني. الحاجات دي انتشرت في الاونه الاخيره بشده وبكثره، وبدانا نسمع عنها في كل حته، سواء كانت في وزاره الداخليه كان بتنوه في بعض الاوقات، ولا بتحذر من الشبكات الاجراميه دي، مع العلم المجهود الكبير اللي بتبذله. وخلي بالك برضو الناس لو مش عارفه في الامن الالكتروني موجود، ومصر لعبة دور كبير جدا في الحاجه دي. اكيد طبعا. ففي ناس احيانا بتفتكر انه ممكن تعملي اي نوع من الاجرام على التواصل الاجتماعي ومفيش حد يجيبك. لا طبعا في رقابه اكيد من الدوله، ولكن مش هتقدر تسيطر على كم من الناس. أيوة او كم من الرسائل والمكالمات اللي بتحصل في وقت واحد يا جماعه. يعني خليكم احنا يعني في ايدنا نبلغ اذا بتحصل حالات زي دي. الحالات تبلغ بلاغ الناس، تبلغ او تعرف شخص قريب عشان بحيث انك تكون برضو ايه عرفت حد انه في واحد اثنين ثلاثه بيحصل. تمام. ده بيكون عن طريق بلاغ اللجان الالكترونيه. ايوه بالتاكيد. الرقابه الالكترونيه بتكون موجوده. المفروض انه حتى مواقع التواصل نفسها فيها ايجابيات برضه. أيوة فيها عاملين حاجه مثلا دلوقتي اسمها بلوك الحظر. انت ممكن تعمل بلوك او حظر لاي حد انت مش حابب ان هو يكون موجود عندك على الصفحه دي. يا جماعه يا ريت نبص لها انها ميزه مش عيب. يعني من ضمن الحاجات. بس مش برضو اعمل بلوك متطفلين. لا 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 لا، احنا بنتكلم عن المتطفلين يا استاذه رزينة. المتطفلين. المتطفلين هو نوع منهم اللي هم المحتلين. أيوة. نوع منهم اللي هو بيدخل ممكن عايز يتعرف. خلونا كده احنا خلينا نخلي وسائل التواصل الاجتماعي وسيله للتعلم والمعرفه والثقافه والتعامل. صحيح. ما بين الشعوب. النهارده انا مثلا في مصر بتعامل مع اهلي في جنوب السودان او في السودان او في اي دوله، فدي حاجه صراحه دي حاجه ايجابيه من ايجابيات التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي. وهو المفروض غير التسوق وحاجات كتيره جدا بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي كده، حاجات ايجابيه او هتبقى اساسيه المجتمع. حتى أيوة. اذا ما كانتش اساسيه دلوقتي. ونبصي حضرتك لاحظنا في الفتره الاخيره او الفتره بتاعت كورونا دي ان هي ليها ايجابيات كبيره جدا. ايوه كان لعبت دور كبير جدا. طبعا يعني دي ساهمت في التواصل. على امتحانات على شغل في البيت، فكان صراحه له اثر كبير. وبرضو الشوبينج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقيها منتشره جدا. أيوة. ودي برضو كان ليها دور كبير في موضوع كورونا لما كان في حظر. يعني كان ممكن جدا الواحد هو موجود في البيت ما فيش نزول، موجود في البيت قاعد في حظر. أيوة. بيطلب الحاجه من على المواقع، يعني مواقع التسوق عموما، مواقع التواصل بنلاقي عليها. أيوة. برضه شوبينج، كل التواصل الاجتماعي. احنا زميلي محمد لغايه هنا وصلنا الى زمن طبعا سرقنا وما حسيناش بحاجه. فبنقول شكرا على المتابعه وشكرا على حضورك معي، والحلقه اكيد كانت مميزه بحضور حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، وشكرا ليك يا استاذ رزينة، وشكرا لكل الساده المشاهدين. لغايه هنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. استنونا الاسبوع اللي جاي حلقه جديده وضيف جديد. الى اللقاء.